صباح الخير مشاهدينا وفصح مجيد. بعالم الموضة ما في شيء مستحيل. بعالم الموضة والأزياء بيجمع بين القطبين، عندنا الجديد وأيضا المتحفظ، وبيتأرجح بيناتهم خطوط مختلفة على اختلاف الأزياء، ولكن طبعا بتبقى الموهبة هي سيدة الموقف، وأيضا في عنا رؤية المصمم يلي هي الأقوى بخرق الأسواق العالمية. ضيفتي لليوم هي من بيت عريق جدا، تربت بجو الأعلام والتحاليل السياسية تحت جناح الهرم القدير الأستاذ عبد الغني طليس، ولكن درست العلوم السياسية ولكن دخلت للموضة من الباب العريض، وأخذت شهرة واسعة بالتصاميم يلي قدمتها. بلشت بال 2019، أطلقت أول مجموعة لها. بسعدني اليوم استقبل معي ماذا طليس. ماذا، أهلا وسهلا فيك معي بفقرة فاشن. ثانك يو فصح مجيد. لا ثانك يو لك ورمضان كريم. ماذا حضرتك تعلمتي دخلتي يعني درستي علوم سياسية، ولكن دخلتي على عالم الموضة بال 2019 وكان عندك شغف بهيدا الموضوع. مزبوط. ورغم انك ربيتي مثل ما قلنا تحت جناح والدك يلي هو بالاعلام وفن الادب. كيف رحتي لعالم الموضة ومين كان الداعم لك بهيدا المجال؟ صحيح، انا درست علوم سياسية مع ماجستير ومعلمة عربي لمدة 8 سنين ثانوي. بس انا بطبيعتي حدا بحب الستايل والفاشن واللبس، وهيك بازمه كورونا حبيت كون عم بعمل بزنس خاص فيني، وهذا الشيء صار بمساعده صديقتي ساره صالح ديزاينر. تعلمت بظرف تقريبا شهر، كنت انا فاتحه البيج ومبلشه بشغله بال 2019، نحن هلا 2023. والداعم الاساسي لإلي كان البابا، رغم انه هو يمكن بعيد شوي عن هذا الجو طبعاً. بس هو وين في حدا عنده باشن بشيء معين او موهبه. صراحه موهبه. ثانك يو ثانك يو. فهو هي سبوشينج لإلي بكل شيء. نعم، لان عم تقدمي جدا فريد. بنفرج شوي المشاهدين بعد الصور من اول مجموعه لإلك، وهيك بتخبرينا شوي ايضا عنها، بنخبرهم للمشاهدين. هيدي اول كولكشن لإلي. هون اذا بتنتبهي في لامي توربن. نعم، كثير حلوين واوريجينال. مزبوط، كنت عم حاول كون عم بعمل ايدنتيتي لإلي شوي بالفابريكس. وعم يعني حاول نوع بالستايلز، يعني حتى يعني صحيح هيدي بال 2019 بس هلا هيدي القماشه درجه هلا. مزبوط. كمان هو عاده الستايل بيلعب دور انك تكوني عم بتخليه ترندي لاي عصر ولاي وقت ولاي يعني سنه ممكن تكون موجود. يعني يعني بالصراحه الى حد ما. نعم. هون دخلت البروش على التوربن، كتير ستايلش، يعني حتى على ايفنت بنشوف هيدول exactly. بينلبسوا، فيك تلبسيها يعني سبور شيك مثل ما لبستيها. exactly. وايضا للايفنت هون للصبايا المحجبين فولي حجاب للالتزام. قادرين يكونوا عم بيلبسوا تيربن وبنفس الوقت تكون عصريه ومحجبين بشكل ملتزم، مخبيه الرقبه والدينه والشعر وكله. سو يلي حابب يكون ايضا مش متحفظ، يعني بس يعني للمحجبات. exactly. ايضا الالتزام كامل فينا. شور. نعم، خبرينا شوي كيف بتنقي القماشات وهل انت بتنقيهم والالوان وكل شيء؟ ليكي انا عاده بمشي على حسب شو في شيء طالع موضه هلا. القماش لازم يكون اصلا ستريتشي، يعني لحتى تكون فلكسبل على الراس. بحاول لاقي اشياء هيك تكون شوي غريبه وتكون اصلا مريحه على الراس للصبي، لانه لما بدها تلبس على راسها شيء يكون سبيشل بدها تكون اصلا مرتاحه فيه. ذاتس واي انا بحاول اكون عم نقي القماشات بطريقه تناسب كل الاذواق وكل الصبايا. نعم، حتى كل شيء له وكل موسم له نوع معين من القماش. اكيد لما تشوب او هيك، يعني هلا شفنا هون بال 2019 يمكن بلشت بالشتوي لانه شفنا جلد. صح، لانه انا فتحت شفنا الفلفت او المخمر كان تقريبا بكانون ثاني، يعني كان موسم الشتاء. نعم، سو كان الفلفت اول شيء هو اللي ضارب، واكيد دخلت الاكسسوار عليهم كمان. هيدي لفته اوريجينال وجديده، وهنا عم شوف انه عندي كل الالوان بتلبق لكل الوجوه ايضا. شوفي هي اجمالا الموديلات فيها حيالها صبيه تلبسها، بس انا اوقات بلحق تدوير الوجه، يعني الصبيه اللي وجهها مطاول بحاول نقي لها توربن تكون مبرومه لتعمل لها شيب حلو. صبيه اللي وجهها مبروم فيها تلبس اكس توربن مثلا لحتى تعطيها شوي مجال، فبحاول الحق شوي تفاصيل الوجه لنقدر ننقي شيء يكون حلو.
يعني هون بعدنا عم نشوف اللي بيغطوا الرقبه. ايه نعم، هون عم بتكون يعني كمان كايند اوف اكسسوار، حتى يعني اي صح. ست هلا ترندي وعبالها تعمل لفته مثل ايزي حجاب، بس انه بستايل معين مش مثل الموجود، ليكون شوي ترندي، ممزج التو كولرز ببعضهم كثير حلو المزج. هون جلد وقماش، يعني هون عم نحكي قماش جرسيه مع جلد لحتى تكون شوي هيك متناسقه مع الاوتفيت اللي لبسيته الصبيه. فنحن ما بنكون مقيدين بستايل معين، اكيد كاستمايزنج. نعم، ومش ضروري يكون على طول نفس الاوتفيت يعني او نفس القماشه، نقدر نعمل ميكس اند ماتش كثير قوي، وخصوصي هلا في الوان كثير جريئه وصارخه وعم تستعمليها انت، صرت مع كل الالوان تبعك. حاول اني دائما نقي شيء شوي جريء وصارخ لحتى اعمل ايدنتيتي شوي سبيشل لإلي. نعم، بدي اشوف شوي كمان مع المشاهدين من الكولكشن الجديده يلي اطلقتيها، وكمان هيك بركي بنقدر تخبرينا شوي عن الالوان اللي استعملتيها لهيدا الموسم. مزبوط. والقماشات هون الهات تربن، هيدا الهات تربن كانت بالفالنتاين، مش هيدا اللي قبله. كنت اول مره بحب اني يكون عم بعمل شيء شوي ويرد. شو ستايلش، يس. شو غريبه واوريجينال. انا خيطتها، حاولت اني اكون عم بستعمل اكثر من نوع قماش لحتى ما تكون مثل الموجوده بالسوق الجاهزه. فرنش ستايل، يعني كيف تستوحي اجمالا التصاميم تبعك؟ شوفي، ما في عندي فكره معينه ممكن اكون عم بستوحي منها. اوقات مثلا بكون موجوده بالشغل وبيطلع على بالي اخترع شيء، سو بجيب قماش وبصير بركبه بطريقه مختلفه لحتى لاقي شيب عجبني. بس لاقي الشيب يعجبني بحاول افكر كيف بدي خيطه لصيب الشيب. نعم، هلا هيدا الهات هي ملزقه فيها ولا فيها تستعمل؟ لا هيدي لحالها لحالها، يعني فيها تحطها وفيها تشيلها، وصبيه محجبه او مش محجبه فيها تكون عم تلبسها. اكيد طبعا، يعني حتى يلي مش لابسه حجاب فيها تحطها للهات. مزبوط. حتى اشتغلتي بقماشات متعدده للشتويه ايضا، شفت عندك الفير ايضا. مزبوط، استعملت الفير واستعملت الفلفت وحاولت استعمل السوفت وول شوي لحتى نكون طالعين من البوكس. طب بقول انه يعني شتا يعني فالفت، لا فينا نكون عم نستعمل اكثر من فابريك. نعم، بنشوف شوي من الكولكشن الجديده، تخبرينا شوي عنه. هون استعمل هون مزيج بين تو، يعني نفس الكالر بس تو فابريكس. نعم، لحتى نعمل شوي الجلد والساتان ولا نو؟ هيدا جيرسي ولا ما؟ واو شو حلو. اللامة من ورا ومن نعم. قدام بتكون شوي جيرسي ساتيني. هيدا الفير اللي كنا عم نحكي عنه. يلا انا كثير حبيتها. صح، عملنا منها تو كولرز، الريد والبلاك، واكيد في منها كثير الوان بتنعمل. هون بنشوف مدى انه انت اللي مصوره كل الديزاينز. ما الله عليك فوتوجينيك، كثير بيلبق لك. هلا بدي اقول انه هو بيلبق لكل الوجوه هيدا الكايند. نعم، هيدي الفالنتاين اللي مرق هيدا. نعم. حاولت تكون كل الكولكشن لامي توربنز، يعني اللمعة أصلاً exactly. كل شيء جلوي. شوفي هون الجلد هو دارج قد حلو على الراس وكلاسي. هون عملنا ماتشنج مع الايرينجز، كانت اول مره بطلق انا موضوع الايرينجز الهاند ميد. نعم، هلا بدنا نحكي عن الايرينجز ايضا كمان، لنقول لهم انه مادا توسعت ايضا لاطلاق الايرينجز، مش بس بتكمل لوك لانه الصبايا طبعا، وبتعمل ميكس اند ماتش كثير. هيدا السوفت وول. نعم. لما دخلنا القماش الثانيه بالشتاء، وكلهم عم بلاحظ انه بتحبي تعطي هيدا التاتش اللمعه، يعني يلي بتلبسها كثير رح تلفت الانتباه. صحيح. واذا بتنتبهي يعني حاول تكون عم بحط الوان. نعم. لانه نحن عاده بالشتاء بنلبس رمادي اسود ابيض على طول، الالوان شوي مقيدين اكزاكتلي يعني. فهيدي السنه حاولت انه عن جد نكون عم نعمل موضوع انه بالشتاء فينا نلبس بيبي بلو، فينا نلبس ليلا، فينا نلبس جي بلو جيتان، فينا نكون عم نلبس كولرز، لانه نحن بالشتاء ما في شيء بقيدنا. طبعا مش قاعده انه الكولرز للسبرينج او سمر. طبعا هون عم لاقي انه في جرأه كثير باختيارك، ان كان بالقماشات او ايضا الالوان، عم تنقي قصص جدا ستايلش واوريجينال. بركي بنفرجي شوي المشاهدين ايضا لايف كيف نقدر نعمل، نستقبل صبية معنا وهيك بتقدروا تفرجون كيف تعملي ميكس اند ماتش ان كان بين الحلا وكيف بيلبسوا التوربنز ايضا بعدة طرق. بونجور، تفضلي اذا بتقعدي وهيك بتقدر. هول الحلق بدنا نخبر المشاهدين ايضا انه كلهم مشغولين هاند ميد. صحيح، وما دا شغلتهم. مزبوط. حتى هي انا اليوم الحلق اللي حطتهم ايضا والربا يلي على راسي شغلت لي هو القلب غالب اصلا. ثانك يو كثير. وحتى الحلق اللي لبستهم ما دا عملت لهم ماتشنج مع التوربن تبعها. صح، هون مشاهدينا. نعم، ما دا. نعم،
هيدا أكتر ستايل هو اللي كتير مريح وفلكسبل، بنسميه نحن سنيك توربن. نعم. بيكون له إكستنشن بتنربط من ورا، بس هاي الإكستنشن أكيد فينا نكون عم نستعملها بأكتر من طريقة. طبعاً التوربن لازم تكون عم ينلبس تحتها، نحن بنقول أمطة، لحتى تكون عم بتهديها أي شيء قطن تحتها لحتى ما يكون عم يبين الشعر. أوكي. ودن هيدا الإكستنشن. سو يلي يحب إنها تبين شعراتها بتقدر. يلي عندها ستايل بتلبسها واللي بعد تكون عم تلبس في الحجاب فيها. وإيفن هيدا الإكستنشن فيها تكون أعرض شوي. تخبي الرقبة. Exactly. يلي المتحجبة تقدر تلبسها. Exactly. يعني نحنا بنقدر نكون عم نلبس شيء فاشنبل وترندي ونكون نحنا أصلاً لبسين ستايل بيشبهنا وحلو. مع لون حلو ومضوي لوجه وكتير exactly. وهذا اللون درج كتير السنة سو بتنلبس بعدة طرق من فجر الحلقة اللي عملتين لون ماتشين وهدول الإيرينجز نعم وهول الإيرينجز أيضا مشغولين كلهم هاند ميد ومدى شغلتهم صحيح تساعديني نورك it's okay okay done هو مهم نفرجي بس كيف واو كتير ستايلش كتير أوريجينال منفرجي كمان غير ستايل هيك نلحن فرجي المشاهدين كذا ديزاين هون نشوف انه بلحظات يعني عم بيتم دغري كتير شيء سهل وفلكسبل يعني طبعا رح فرجيك الشيء اللي كتير هلا صار حلو انه نحن فينا نكون عم نعمل برايدل توربن حيلا صبيه عندها مناسبه عرسها خطبتها هون بدنا نقول ايضا للمشاهدين انه مدى بتشتغل ايضا سبيشال برايدل وهلا رح نفرجيهم ايضا بعض الصور بس نخلص وتخبينا شوي عنا بنكون نحن عم نعمل كاستمايزنج لتحجيبه الصبيه من نفس فابريك الدريس اللي بتكون لابسيته بطريقه تكون شوي جلوي وشايني لانه دائما الصبيه المحجبه بتعتمد على طلتها على تحجيبتها على طرحتها طبعا لتكون عم تحكي على طلتها اكزاكت يعني نعم وهيدا هون انت كله شغلتيه شغل ايدك حرفه هاند ميد وكله صح انا بشتغل بايدي يعني نعم. انا الشغل كله انا بشتغله نعم هلا كمان بدنا نشوف بعض الصور أكيد. والفيديوهات بتفرجينا شوي الملونين كثير حبيتهم انا كثير اوريجينال وهلا للصيف الوانهم كثير حلوه حبيت كثير كيف عامله ماتشنج ايضا يس هيدي بتجي كولرفول تربن وهيدي السنه كثير دارج المنت يعني الكولرز المنت وال والبيربل والبينك هيدي السنه كثير دارجين هون بنشوف يلي حابه حتى تترك غره تلبسها يعني از ترند از ديزاين مزبوط فيها تكون عم تلبسها بهالطريقه صحيح هيدي بتجي تو لايرز من قدام والسيم والربطه نفس الـ نفس الفكره اللي هي اكثر شيء عم تكون فلكسبل ومريحه اوكي انا حبيت الميكس اند ماتش بهيدا الاخضر مستعمله فيها يس هيدا ماشي هي تو فابريكس نعم هيدا الحلو فيها هيدي فابريك جيرسي ساتيني وهون استعملنا شيء بيشبه السلك كولرفول وهلا للصيف هيدي كثير اوريجينال والعامله الحلق كمان من اللون تبع القماش اللي هيدا بدها اكزاكتلي صحيح وحتى هيدي للمحجبه بتقدر كمان تربطها على رقبتها مزبوط بطريقه تكون مرتاحه فيها من هون بهي الطريقه بتنزلهم بس الحلقه هيك بالضروري اذا بدك تحطيهم بس تيكون الميكس اند ماتش كثير حلو صحيح كثير كثير حبيتهم فعلا مدى يعني وبتعرفي انه براتيك مثلا اللي مش مسوي شعرات او حابه تطلع ترندي وبسرعه بتحطي التوربن ثانك يو كثير لك عذبناكي مدى هون بدنا نخبر المشاهدين ايضا انه انت العروس فروم اي تو زي بتعملي لها ماتشنج مع الدريس صحيح ايضا ايفن مع الايرينجز فيها تكون عم تلبس ايرينجز يكونوا بيلبقوا على التربن وعلى تحجبتها وعلى طرحتها وعلى الدريس تبعولها نعم نفرجي ايضا المشاهدين بعض الصور بتخبرينا هون هون كانت اول صبيه بتطلب انها تعمل شيء ستايلش وكثير غريب وانا بصير الصبيه على بالها تعمل شيء كثير غريب فبابدع فكتير انبسطت اني اول مره بدخل ستايل الكلاش بالبرايدل لوك سو كل ما تكون عندها جرأه كل ما انت تقدر تعطي اكثر صح لانه بحب اني يكون عم بعمل شيء يكون شوي سبيشل نعم وبتلحقي على طول الدريس اكيد اللي بتكون هي نقيته وبيكون من نفس القماشه ولا مش طبعا ضروري بنحاول نقرب قد ما بنقدر من القماشه ليكونوا ماتشنج سوا هون مغطاه كلها سوا
نعم إذا عم نشوف إنه انتبهتي. كمان في يعني في قصص في عليها فلاورز، في قصص في عليها شاك، في في قصص شاك عليها تطريز، في بايات، شاك في دانتيل، في نعم بايات، نحن كتير فلكسبل ووايد بهذا الموضوع. شوفي مجال الفاشن والموضة عن جد كتير كبير وكتير واسع، يعني قد ما انت عم بتحاولي تخترعي اشياء قد ما بتكوني عم تعملي ايدنتيتي سبيشال لألك فيها. هاي طبعا. اللي هي عم تشوف غلبناه هلا من اللي هي شوي. كمان شفتي هون للصبية. الايرينجز نفس الفابريك الموجودة على الراس؟ نعم، انت مجددا مش من كتير زمان لا من اطلقت شهرين. الايرينجز، صحيح. بس كتير حبيت، يعني دخلتي على شيء كومبليتلي ديفرنت. يعني هلا انا صرتي يعني بالاكسسوار. لأقول لك ليه، لأنه الصبية لما بدها تكون محجبة أو بتلبس ستايل شوي محتشم بتحاول دايما تكون عم بتعوض عن إنه مش مبينة شعرها، فبتحاول تبين بستايل يكون شوي حلو ومرتب. نعم، وأغلب الصبايا اللي بيلبسوا تيربنز بفكروا إنه يكونوا عم بيلبسوا ايرينجز، إن كان بده يغطوا رقبتهم أو ما بده يغطوا رقبتهم. فكرمال هيك أنا حاولت إني يكون عن جد عم نسق هذا الموضوع لحتى تكون عم بتبين بلوك كامل متكامل، ما في شيء يكون ناقص بقلبه. نعم، وحبيت انك عم تستعملي حتى القماش مع ال صح، بال يعني يعني تيول، بالاكسسوار. نعم، أورجونزا، أوقات بنجيب زرار وبنغلفهم، أوقات بنجيب أشياء بتكون هيك مفرقين بنصير نحطهم مع بعض، نزيد شوارفسكي. نعم، يعني انا هلا مثلا الحلقه اللي عملتي لي اياهم ماتشنج مع صح، التربة. هلا بدنا نقول انه حتى بتعملي ترندي، يعني انت تربنز هيدباند، هيد باندز مش يعني هيك. الصبية اللي مش محجبة أكيد فيها تكون عم تلبس هيدباند تكون ستايلش وفريش. نعم، في كمان في عندنا صورة بنقدر نفرجيها للمشاهدين، يعني عاملة فيها بالأورغانزا مظبوط، حتى ماتشنج مع الدرس صحيح، أيضا، مثل ما أنا اليوم مثلا عملت هون ليها مع الهي. نعم، هذه يعني هون الكلاش بتنلبس إن كان لحالها أو مع مع التربن التوربن، هي بتكون ماتشنج، اكستنشن تنحط على التوربن. حتى مستعملة عليها الشوارفسكي، حبيت هون كمان الميكس حتى أند انا ماتش، شوارفسكي. يعني باربي ستايل، I love it، يس. كتير حبيتها. خبريني شوي، هل بتلاقي صعوبة أو واجهتي صعوبة أول ما بلشتي تعملي الحلق، ولا كان هين لإلك؟ شوفي هي انا قررت اني اجرب، يعني انا كنت قاعده عم بعمل الكولكشن حبيت بس انه اجرب الفكره معقول تزبط معي ولا لا. فلما بلشت بلشت بشي شوي سهل لحتى انا احس حالي انه اي كان دو ات. نعم، ومش رح اقول لك انه ما في شيء صعب، كل شيء بالاول بس تكوني عم تخطيه بدك تحسي برهبه لإله، بدك تشوفي الفيدباك، بدك تشوفي العالم اذا حبت ولا لا. والحمد لله كل ما عم بختي خطوه لقدام عم لاقي العالم عم تدعمني وعم بتحب هذا الموضوع. نعم، بدي افرجي المشاهدين قد ايه كثير ستايلش عن جد الحلقه يلي عم تشتغليهم. بركي بنفرجيهم صور، بنفرجيهم هذا اللايف، حبيت يلي يس شغلتيه، يعني عن جد بده دقه صح، وحرفيه، وكيف مشغول ان كان بالستونز، بالالوان تبع ستونز، او حتى الماتيريال يلي مزبوط. استخدمتيها اوقات معه. بنجيب نحن شيء بيشبه الخيش وبنكون عم نلفه ونلزقه، نجيب البنز لحال، بنرجع بنجيب الشوارفسكي وبنحاول نعمل ماتشينج مع بعض. عم ناخذ الحلقة الصور هيدي كمان كولكشن الشتاء. نعم، هون هيدا اللي كنت عم بقول لك اياه، انه بالشتاء كثير اشتغلت على فكره انه تدخل الالوان بمود الشتاء، وكانت السنه كثير ضاربه هذا اللي لا هيدي فيلفت، يعني مخمل يس هول القماشات يس اللي مستخدمتيها، عن جد مظبوط. الوان صيفيه كثير حلوه، بتضوي يعني الوجه وبتعطي جود مود شوفي وبوزيتيفيتي. هذا لون الشامبين قديش هو جريء، جريء وكتير حلو، بيلبق مع كتير صح. قصص اكيد. وهون شفنا انه كيف نفس الحلق بتقدر تلبقيهم مع كذا لون ومع كذا يعني اذا قماشة انت من بدك تلبسي حلق التربة. ما عندك حلق واحد قادره تكوني عم تستعملي يا سيلفر يا جولد، بتحطيه على اني تربن تلبسيها. نعم، حتى هون عم نشوف حتى عندك حلق الاحمر، والالوان اللي استخدمتيها هي مثلا كل الالوان يلي كانت دارجه صح، لهالموسم لانه بحب البريك. كون عم تابع الموضه. شو الالوان يلي اكثر شيء رح تستخدميها هيدي لليوم؟ الكولكشن اللي قبل هيدي، هون لما كنت حبيت انك مدخل سماتش. الحلق بشكل اوسع، هون اذا انتبهت الحلق المبروم بيشبه الحلق اللي انت لابسيته، بس هي نعم، بقلبه شوارفسكي كتير كبيره، مزجت فيها التو كولرز اللي على الراس. يعني هون مستخدمه من القماش، وهون صح، مستخدمه كمان هون الاورجانزا. الحجاره من لون التربن نعم، وحطينا لون تاني عشان يكونوا شوي ضاويين مع بعضهم. هل بتلاقي صعوبه بانك تلاقي الاكسسوارات هون بتفتش كتير، بتفتش كتير؟ اوقات بجيب شيء ممكن يكون ثلاث ارباع جاهز وبنكون عم نزيد عليه شوي شوارفسكي، شوي ربن بمطرح معين لحتى يكون عم نعمل تاتش بتشبه التربن اللي على حضرتك الراس. موجوده اونلاين يلي حابب انه مزبوط، يتسوق عندي ماي اون بيج هالكولكشن بيلاقيها على يور اون مزبوط بيج، Urban وايضا Turbans by Mada. نعم، وانا موجوده على مرم خايل، بشتغل انا وصديقتي وصديقي ساره صالح وإلي مطر، بنوجه لهم تحية. أكيد سارة هي اللي قلتي لي إنه كانت معك سارة من هي اللي البدايات علمتني يلي علمتك. اكزاكتلي، أنا كنت بدي أتعلم بكام
ولأنه ما كان عندي وقت سو سارة هي اللي اهتمت بهذا الموضوع وشيز بوشينج لإلي حتى لهلأ يعني. نعم. ونحن هلأ هي الديزاينر، هي الدريسز البرايدل والإنجيجمنت والإيفنينج هي وإلي، وأنا مستلمة موضوع البرايدز التحجيبات التيربنز، يعني الصبية بتفوت لعنا على الشو روم بتطلع من عنا كامل مكمل يعني عندها اوريدي الاوتفيت كامل. Exactly. نعم بدي فرجي للمشاهدين شوي كيف انك تشتغلي ايضا انت بايدك كل شيء، هيدا اللي صحيح هيدا يلي بيميزك مدى عن غيرك. كثير بحب اني اكون عم بشتغل القطعه انا بايدي، اتاكد من الفينيشينج اللي لها، من كل شيء انا عم بكون عم بقدمه يعني. وهذا الشيء شغف بالنسبة لي يعني. في ناس مثلا بس تكون معصبة أو مزعوجة أو موترة بتلاقيها بتروح بتعمل سبور بتكزدر، أنا بحس إنه لا، إذا بيجي بخيط أنا بقدر أكون مرتاحة. بخبرك قصة طريفة شوي. أنا كنت قلت لك كنت أعلم، فأول ما بلشت بموضوع الخياطة كنت خلص شغل وإجي على البيت وتعفي تصحيح وتلاميذ، فكنت جيب معي كمان مثل دوفار من عند سارة انه ماشي بدي قصه بدي زبطها بدي خيطها. فبتذكر بوقتها كنت امسك المقص وكون قاعده عم بقصه تعبانه، فماما تكون عم بتقلي انه مدى انه منك تعبانه ارتاحي، فعلى سيره مين دعمك. فبتذكر بابا كان عم بقلها تركيها هي حتبلش هيك بس هي مش كتير رح توصل. فانا من وقتها بشتغل بايدي ولهلا بحس انه اللي ممكن يكون وصلني هو ثقتي بالشي اللي عم بشتغله، الدعم يلي كان عن جد عم بيعطيني اياه البابا طبعا. وهلا كل اللي حوالي عم بيقدموا لي هذا الدعم، يعني رفقاتي اخواتي زوجي محيطي كلهم مأمنين بهيدي الموهبه وعم بيعطوني بوشينج لقدام. يعني صراحه جدا فريده، ان كان بالنوعيه ان كان بالالوان ان كان بالستايل، وكيف عم تعملي الميكس ماتش بين التيربنز وايضا الحلق. مدى انا بدي اتمنى لك كل النجاح طبعا. وانا كثير سعيده اني كنت معي وانا اسعد. وهيك بدي اقول للمشاهدين انه طبعا اذا عندكم اي شغف او اي باشن ما في شيء بيقدر يوقفكم ابدا. واكيد مدى كان عندها الحظ الحلو انه لقيت الدعم طبعا. صحيح. من الناس القراب لها، بس طبعا نجحت رغم انها درست العلوم السياسيه قدرت تفوت على عالم الموضه. مزبوط. بتحب توجهي اي كلمه قبل ما نختم؟ بدي اقول انه ما في ولا شيء بحد من طموح اي بنت، ما في شيء بيمنعها تكون عم تطلع بطله كثير حلوه وبتشبهها، ما في شيء بيمنعها تكون واثقه بحالها وبشكلها وبنجاحها وباهدافها. سو خليكم ماشيين هيك صوب كل شيء انتم بتتمنوه، وتاكدوا انه انتم حلوين كيف ما كنتوا، محجبين مش محجبين، عندكم لوك خاص فيكم، دائما تاتش صغيره وثقه بالنفس بتوصلكم لمطارح كثير مهمه. ثانك يو كثير مدى، وبس لك مشاهدينا فيكم تتابعوا الحلقه مجددا على فيسبوك تيلي ليبان وايضا على صفحه الانستغرام الخاصه في مارينا كيروز. هيك بنختم لليوم، انتظرونا بكره بفقرات جديده من احلى صباح.